انت عرفيهم بسي. احنا انتوا عارفين ان احنا بقالنا كام سنه بندرب فريق موسيقى عشان يبقى يعزف بعد كده مع الكورال، يمكن بقالنا 6 سنين، واحنا برضو بنحاول نشجعهم عشان احنا عندنا نقص في الحته بتاعت درب الموسيقى، فبنحاول ولادنا هم اللي بعد كده يعزفوا مع الكورال باذن الله، فاحنا نشجعهم، هم بيكتروا كل شويه، يعني ابتدينا ب3 وبعدين ب4 5 وباذن الله يبقوا تيم كبير ويعزفوا في كنيستنا والكنائس الثانيه. كل سنه وانتم طيبين. ميس نفرات هلال هي اللي ماسكه تدريبهم وربنا يبارك فيهم.
كرمينا إيهاب ومريم سامح فازوا بالمركز الأول عزف فردي في مهرجان الكراسة اللي هم الاثنين الأخرانيين. معلش احنا نسينا كمان ابرام ماجد فاز برضه في العزف الفردي المركز اول في مهرجان الكراسة عشان مامته ما تزعلش. Thank you.
اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، تكن مشيئتك كما في السماء. لك على الأرض خبزنا كفافنا، أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. لا يا عم كل سنة وانتم طيبين. كره الأطفال النهاردة هو ناقص آيتم مهم جدا، مارليز رضا هي ولدت فبنفتقدها المرة دي. بس
بسرعه. ولا تصنع خيرا كما كنت وديعا ومتضعا ولا يسمع أحد في الشوارع صوتك. صورتك في حبك يا رب وبذلك واحتمالك كل من يرانا يمجد اسمك أنت. لكن نكون صورة حقيقية مش مصطنعة، كل واحد فينا مراية بيعكس فيها حب الله، صورة حقيقية مش مصطنعة، وده بيضمن لي أكون في سماء. أنا مسيحي مسيحي. أول ترنيمة لكلارا عدرا جاردن سيتي. ما زلت
سبب فخر حب إلهي بنى الصليب حب ثابت مش مزيف علمه لرب الحبيب ربنا موجود حتى لو كنت مش شايف وعارف ان معلش كل واحد فينا خايف بيعكس فيها حب الله صورة حقيقية مش مصطنعة لكن مالية كل واحد فينا خايف بيعكس فيها حب الله صورة حقيقية مش مصطنعة لكن مالية انا مسيحي وده سبب أفضل بتحقيق لما بمارس شيخ النعمة من كل شر تنكيل كل واحد فينا خايف يعكس فيها حب الله صورة حقيقية مش مصطنعة لكن مالية كل واحد فينا خايف يعكس فيها حب الله صورة حقيقية مش مصطنعة لكن مالية كنيستنا زي ما هي إنجيلية أيضا تقليدية من الترديشنال تشيرشز يعني سلمت إيمانها من جيل لجيل وكانت الناس بتقدم أرواحها علشان تحافظ على الإيمان ده الحاجة الوحيدة اللي كان الكنيسة بترفضها أو بتبعدها لو كان إنسان إيمانه مش صحيح عشان كده سميت أرثوذكسية أو إيمانها مستقيم علشان كده الإيمان اللي سلمه السيد المسيح لتلاميذه هو اللي وصل لينا لغاية دلوقتي بنسمع كنايس كتير في أوروبا وأمريكا اتباعت وقفلت علشان ما فيش حد لكن بنشكر ربنا إن كنايسنا لسه مليانة ربنا يحافظ على بلادنا وكنيستنا وبيوتنا Thank you.
دلوقتي لحن تيشوري من كورال العذراء جاردن سيتي. وفي نهضة العذراء هنسيب الزمان يقول ويحكي قصة عذراء بكر بتول، يحكي عن الشجرة اللي جواها نار وما اتحرقتش. مهما قلنا عنك يا أمنا انت دايما في قلبنا. من أطفال العذراء جاردن سيتي، ارجع بينا يا زمان واحكي قصة عذراء بكر بتول.
اجمل حاجه في الشعارات بتاعت مهرجان الكرازه انها بتتكلم كلها عن ايمان كنيستنا. كنيستي بتبني حيطانها بخور، صخر ايمانها عمره ملان، عقيدتها قويه وليها جذور. شعار السنه دي بتاع مهرجان الكرازه المرسيه. الفرق بين السمكة الحية والسمكة الميتة إن السمكة الحية بتقدر تمشي عكس التيار لو حبت، وعلشان إحنا إلهنا حي، كنيستنا حية، عمرها ما مشيت مع التيار إلا لو حست إنه زي إيمانها بالظبط. الشجرة اللي جذورها عميقة في الأرض جوه ما تزهاش الريح أبداً، تبقى ثابتة وجذورها قوية. كورال العدرا جاردن سيتي، وآخر ترنيمة ثابت وجذوره قوية.